السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة والبداية مع أبرز العناوين. العديد من الأسواق في بعض محافظات السلطنة تشهد تجمعات تخالف القرارات الاحترازية لجائحة كورونا. موقع خور جدة الذي يقع في نهاية وادي عفول يتمتع بالعديد من المناظر الطبيعية. الكشف عن معرض افتراضي للفنون الجميلة وسط العاصمة البريطانية. أهلا بكم. رصدت في بعض ولايات السلطنة إقامة بعض التجمعات المخالفة في بعض الأسواق التقليدية، وهو أمر يتعارض مع قرارات اللجنة العليا التي أصدرتها مؤخرا بمنع مثل هذه التجمعات. رغم القرارات الاحترازية والتحذيرات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بمنع إقامة التجمعات، إلا أن عددا من الأسواق التقليدية شهدت تجمعات لبيع المواشي قبيل عيد الفطر المبارك. هذه التجمعات المخالفة قد ينتج عنها عواقب وخيمة، كونها تساهم في انتشار فيروس كورونا في ظل الانتشار السريع الذي تشهده البلاد من تزايد في عدد الإصابات والوفيات جراء هذا الفيروس. ولقيت هذه التجمعات ردود أفعال في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، معبرة أن ذلك يعد مخالفا ويتعارض مع جهود السلطنة لاحتواء فيروس كورونا الذي حصد مئات الأرواح. هذه المخالفات من التجمعات التي تم رصدها مؤخرا تضع الجميع أمام المسؤولية، فالقضاء على الفيروس لن يتم إلا بتعاون الجميع والوقوف مع قرارات اللجنة العليا في محاولة لاحتواء هذه الأزمة التي باتت تؤرق الجميع، فلا يكاد يخلو بيت من فقد عزيز أو إصابة مريض. تعج محافظة ظفار بالعديد من المواقع السياحية المعروفة، بينما هناك مواقع أخرى لم يتم رصدها كون هذه المواقع تقع في أماكن قد لا تصل إليها المركبات أو تقع في أماكن وعرة. تفاصيل أكثر مع عدسة الزميل حافظ بن عبد الله البصراوي. بين أكناف الجبال وأنفاس الطبيعة البكر وحديث أمواج بحر العرب التي تترامى بعذوبة الصمت وكأنها لا تريد إيقاظ سبات السكون الذي يخيم على المكان، تسللت عدستنا بين تلك الثنايا، فكانت قطانا تسير معها بخفة وهدوء رويدا رويدا إلى عين المكان، حيث يمتزج ذلك الشاطئ الوديع بمياه ذلك الخور. وهنا يحظى العابرون المغامرون بسماع وشوشات حديث العاشقين، حيث كل شيء هنا يتحدث بحديث الجمال، والنوارس تغني طربا وغبطة على تلال صفوح الجبال. وحينما يترأى للواقفين على قارعة الطريق من ذلك العلو الشاهق، يحلم الكثيرون بالظفر الوصول إلى ذلك المكان، ولكن تحول بينهم وبينهم مشاق السير، بينما يصل إليه بعض الهواة والمستكشفين والرعاة وأرباب البحار. يا لها من رحلة ليست كسائر الرحلات بين جنبات جمال عمان. سالم بن بخيت العامري، محافظة ظفار. كشف الممثل البريطاني ستيفن مانغان عن معرض فني افتراضي في قلب لندن،
ويعد الحدث الفني التفاعلي المجاني هو عبارة عن تعاون بين المؤسسات الفنية الرائدة في العاصمة والمتحف الوطني ومعرض الصور الوطني والأكاديمية الملكية للفنون، وتم اختيار 20 تحفة فنية من مجموعاتها لعرضها في الهواء الطلق بطريقة افتراضية مع المحافظة على إجراءات السلامة من فيروس كورونا. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الصاروخ الصيني الذي فقدت الصين السيطرة عليه مؤخرا من المرجح أن يسقط خلال الأيام القليلة المقبلة. أهلا بكم. انشغل العالم هذه الأيام بالصاروخ الصيني الذي فقدت الصين السيطرة عليه مؤخرا، ومن المرجح أن يسقط الصاروخ خلال الأيام المقبلة. الصاروخ الصيني البالغ وزنه 21 طنا يشكل تهديدا موشكا لكوكب الأرض، حيث لا أحد يستطيع أن يحدد مكان سقوطه. صاروخ الصين الشارد أصبح حديث العالم، حيث تصدر واسم الصاروخ الصيني منصات التواصل الاجتماعي الأكثر تفاعلاً، وبدأ الجميع بطرح أسئلة حول احتماليات وفرضيات سقوط الصاروخ في أي منطقة من الكرة الأرضية. وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بيغ يانغ بتشييدها في الفضاء حسب قولهم. الصاروخ البالغ وزنه 21 طنا، حيث يشكل المنصة الأساسية لصاروخ لونغ مارش 5B الصيني. ويقول عالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي تدور حول الأرض جونثان ماكدويل إنه بحسب المقاييس الحالية من غير الممكن أن يسمح له بالعودة لدخول الغلاف الجوي دون سيطرة. بينما أوضحت قوات الفضاء الأمريكية أنها تقوم بمراقبة الصاروخ وتتابع مسار سقوطه في محاولة منها لإيجاد طريقة لمواجهته، وذكرت في بيان أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه، مشيرة إلى أن الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء. وكانت الصين قد أطلقت الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء دائمة لها، والتي ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل في أحدث نجاح لبرنامج حقق عددا من طموحات الصين المتزايدة في السنوات الأخيرة. وانطلقت وحدة تيانخا أو التناغم السماوي إلى الفضاء عبر صاروخ لونغ مارش 5B من مركز إطلاق واين تشانغ في مقاطعة جزيرة هاي ناين الجنوبية. الجدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة، فقد سقط صاروخ صيني آخر خرج عن نطاق السيطرة في المحيط الأطلسي قبالة غرب أفريقيا، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتد بريس. وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدد مسبقا، أو تحترق وتتفتت في غلاف الأرض، إلا أن الصاروخ الصيني الحالي خرج عن السيطرة ويدور حاليا في مدار الأرض، ومن غير المعروف بعد مكان سقوط حطامه، فقد يسقط حطام الصاروخ بعد احتراقه في الغلاف الجوي في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالبشر. يستعد بيبس كايدس لمسلسل جديد بقيادة الدوما مستوحا
من الشخصيات في برنامج فريد روجرز التلفزيوني، حيث يقول آدم رودمان الذي شارك في إنشاء البرنامج مع شقيقه ديفيد إن كل جزء منه يبدو مليئا بالفرح والقلب الفكاهي. يبث المسلسل غريب الأطوار للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات، ويتركز حول مغامرات دون كيهودي وهو حمار أصفر متحمس مع دبة أرجوانية وهي حفيدة دمية الحمار التي صنعها روجرز عندما كانت البرامج التلفزيونية بالأبيض والأسود. Think, Don Quixote, think! Only the bear knows when and where it will stop spinning. Donkey, how can we ورشة عمل تساعد في إطلاق إعلانات للتثقيف حول تطعيمات كوفيد-19، حيث تم إطلاق سلسلة من إعلانات الخدمة العامة للترويج للقاحات كوفيد-19 المجانية وتثقيف الجمهور بشأنها، وتشعر بالأمل والحماس نظرا لعدد الذين يتم تطعيمهم في الولايات المتحدة، حيث يتطلع الجميع إلى العودة إلى الأشياء المفضلة لديهم ومشاركة الآخرين. بعد 4 محاولات سابقة انتهت بالانفجار، تمكن الصاروخ ستارشيب التابع لشركة سبايس إكس من الهبوط بنجاح خلال أحدث رحلة تجريبية للجيل التالي من مركبة الإطلاق في جنوب ولاية تكساس الأمريكية. هذا النموذج الأولي للصاروخ ستارشيب التابع لشركة سبايس إكس تمكن من الهبوط بنجاح خلال أحدث رحلة تجريبية للجيل التالي من مركبة الإطلاق في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد أن انتهت 4 محاولات سابقة بانفجار الصاروخ. وانطلقت 4 رحلات تجريبية سابقة لنماذج أولية لستارشيب بنجاح جميعا، لكنها انفجرت متحولة إلى حطام. وانطلق الصاروخ ستارشيب SN15 من موقع إطلاق سبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس على ساحل الخليج، ووصل إلى أعلى ارتفاع مقرر له وهو 10 كيلومترات، ثم توقف في الجو للحظات قبل أن يهبط عائدا أدراجه إلى الأرض. وعادت المركبة التي يبلغ ارتفاعها 16 طابقا والمزودة ب3 محركات عادت إلى الوضع العمودي تحت الدفع الصاروخي عندما اقتربت من الأرض، حيث هبطت برفق على منصة الهبوط. ومثل الهبوط علامة فارقة بالنسبة لشركة الصواريخ الخاصة التي يملكها قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك في مسيرة تطويرها مركبة إطلاق لنقل حمولات ثقيلة قابلة لإعادة الاستخدام، على أمل أن تتمكن في نهاية الأمر من نقل رواد فضاء وحمولات أكبر إلى القمر والمريخ. وصاروخ ستارشيب الكامل الذي سيبلغ طوله 120 مترا عند التحامه بمعزز المرحلة الأولى الثقيل للغاية هو مركبة إطلاق من الجيل التالي من سبيس إكس، تقع في بؤرة طموحات ماسك لجعل سفر الإنسان إلى الفضاء أمرا عاديا وبأسعار معقولة. وثمة خطط لأول رحلة فضائية مدارية لستارشيب في نهاية العام، وقال ماسك إنه يعتزم نقل الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا في رحلة حول القمر على متن ستارشيب عام 2023. في ختام أخبار الثقافة تذكير بأبرز العناوين. العديد من الأسواق في بعض محافظات السلطنة تشهد تجمعات تخالف القرارات الاحترازية لجائحة كورونا. موقع خور قداح الذي يقع في نهاية وادي عفول يتمتع بالعديد من المناظر الطبيعية. الكشف عن معرض افتراضي للفنون الجميلة وسط العاصمة البريطانية. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة في أمان الله. متابعة في أمان الله.